أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. من المواقع المحلية: هكذا بدت صنعاء بعد 5 سنوات من الاجتياح. التقاه قبل الموت بأيام مسؤول حوثي وراء إقدام بطل يمني على السفر إلى أوروبا عبر قارب تهريب. وفي أخبارنا المنوعة: مشروع مبتكر لربط الأرض بالقمر وتسهيل السفر اليومي بينهما. أهلا بكم. يحتفل الحوثيون وحدهم بأسوأ كارثة إنسانية في العالم في الذكرى 5 لاجتياحهم صنعاء في 21 من سبتمبر أيلول 2014 وإدخال البلاد في حروب متواصلة بسبب انقلابهم على الحكومة الشرعية. وتساءل موقع يمن مونيتور: كيف بدت صنعاء في الذكرى 5 لاجتياح الحوثيين بشوارع مغلقة ونقاط أمنية كثيرة بتفتيش مستفز من قبل مسلحي جماعة الحوثي المنتشرين في مديريات أمانة العاصمة وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية وتعطيل لكافة الخدمات الأساسية في البلاد؟ بدت صباحية ذكرى ما بات يعرف بيوم النكبة. يمن مونيتور استطلع آراء مواطنين من خلال عدد من اللقاءات كشهادات حية بعد مرور 5 أعوام على انقلاب الحوثيين على الشرعية. يبدأ أحدهم عن يوم 21 من سبتمبر: أين المرتبات، البترول، الغاز، التعليم، الصحة؟ كيف كانت صنعاء قبلهم؟ لقد عادت قرونا إلى الوراء، أصبح المواطن لا يجد قوت يومه. مواطن آخر قال إن المستفيد من هذا الانهيار كله هم شريحة واحدة فقط، الحوثيون الذين امتلكوا الأموال الكبيرة ونهبوا موارد الدولة. موقع الصحوانت رصد معاناة اليمنيين الذين فقدوا بلادهم يوم اقتحمت ميليشيات الحوثي العاصمة، وعنون الموقع: نكبة 21 من سبتمبر، كيف ينظر إليها اليمنيون في ذكرها 5. منذ ذلك اليوم تشن ميليشيا الحوثي على اليمنيين حربا شرسة في المحافظات وحربا بكل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. وخلال 5 سنوات ذاق اليمنيون مرارة الانقلاب، الجرائم القتل والتنكيل والاختطافات وقتل بالهوية والطائفية وتجهيل الشعب بمنع التعليم وتفجير المدارس. 5 سنوات ذاق اليمنيون حولت ميليشيا الحوثي اليمن إلى ملكية خاصة بهم وأسرهم التي تدعي الاصطفاء والحق الإلهي على حساب الشعب اليمني بأكمله. أفقرت اليمنيين ومات العشرات جوعا، قطعت رواتبهم وفرضت الجبايات عليهم. لم يستثني الانقلاب أحد، فقد وصل الأثر إلى كل بيت، إما قتلا أو إصابة أو بترا أو نهبا لمنزل ومحل تجاري أو قطع راتب أو اختطاف أو إخفاء قسري أو تفجير المنازل وتشريد الأهالي. وبحسب تصريحات السكان المحليين، فقد أوقفت الميليشية الحوثية منذ انقلابها خدمة التيار الكهربائي العمومية وعملت على إحلال الكهرباء التجارية بديلة عنها وبتكاليف باهظة. وأكد موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الميليشيات للشرق الأوسط وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها الميليشيات على مدى السنوات 4 الماضية. الذكرى 5 لنكبة 21 من سبتمبر، تحت هذا العنوان كتب محمد دبوان المياحي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، مضيفا في فقرات من المقال: مرت 5 أعوام منذ حلت النكبة التاريخية الكبرى بنا. في مثل هذه الليلة بالتحديد كانت الحشود الحوثية المسلحة تتدفق من الجبال وتعبث بعاصمة اليمنيين صنعاء. في مثل هذا التاريخ سالت قرى صعدة وغمرت عاصمة البلاد بوباء الأئمة. حشدت العصابات الحوثية مقاتليها على أسوار صنعاء ودخلوها فاتحين في يومين، تواطأ معهم الجميع فأسقطوا المدينة بلا قتال. كانت لحظات من الغفلة التاريخية القاسية تهاوت فيها عاصمة البلاد بسهولة تحت أقدام شلة من المرد والجميع يشاهد المسخرة بصمت قاتل. سقطت صنعاء وفي داخلها قرابة 30,000 جندي وضابط ظلوا يتفرجون، التزموا الحياد وتركوا عاصمة بلدهم مفتوحة للعار. كان ذلك هو الجيش الذي بناه صالح طيلة 3 عقود من قوت اليمنيين وأمالهم وتلاشى في دقائق. يجب ألا ننسى هذا، بل علينا أن نعيد التذكير به باستمرار.
كي نستوعب حجم الكوارث التي تحل بالشعوب حين تسمح بتأسيس الجيوش بتلك الصورة المتفسخة. سقطت صنعاء وكان الجميع متواطيا على سقوطها، الجميع بلا استثناء وبنسب متفاوتة بصرف النظر عن التعقيدات وتشابك خيوط المؤامرة. وبعيدا عن رخاوة القيادة السياسية في تلك اللحظات وتفريطها بمسؤوليتها وسماحها للكارثة بالحلول، فجميعهم يتحملون المسؤولية بالطبع. استفاق اليمنيون على بلد تجرفه العصابات خارج التاريخ، قاوم الشعب على طريقته وفر السياسيون خارج البلاد، وحتى الآن ما زال ثمة شعب يتوزع في الجبال والصحاري والسهول يزحف لاستعادة دولته الضائعة وحقه المهدور. وفي المنفى يتسكع السياسيون الذين خذلوه، يتسكعون وينتظرون اللحظة التي ينقذهم فيها الشعب ويعيدهم ليحكموه مرة ثانية. لعل من أسوأ نتائج الحروب أن تضيق البلاد بشبابها فتدفعهم للبحث عن الكرامة ولو كان ثمن ذلك حياتهم، وهذا للأسف ما وصل إليه الحال في اليمن بعد 5 سنوات من الانقلاب المأساوي الذي نفذته جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية. وقد تتبع موقع المصدر أونلاين قصة مأساوية لأحد نجوم اليمن، رفع اسم اليمن عاليا لكنه مات بحثا عن العيش الكريم في بلد آخر، قصة بطل الكونغ فو هلال الحاج. وبحلول الذكرى 5 للانقلاب المشؤوم في 21 سبتمبر 2014 تبدو اليمن في أسوأ حالاتها، فالحرب أتت على الأخضر واليابس وتقطعت أمال الملايين ليصبح اليأس سيد الموقف، إذ لا شيء هنا يستحق البقاء من وجهة نظر الكثير من الشباب الذين يدفعهم هذا الحال للمغامرة وركوب الأخطار وصولا إلى بلدان يعتقدون أنهم قد يجدون فيها ما فقدوه في بلادهم الأم. من هؤلاء هلال علي محمد الحاج، بطل اليمني في فنون الكونغ فو والذي حقق لبلاده العديد من البطولات والميداليات، فبخلت عليه بحياة كريمة وحالت دون تحقيق الحد الأدنى من أحلامه ليلقى حتفه غرقا في لجج البحر الأبيض المتوسط وهو يحاول الوصول إلى حيث يمكنه العيش بكرامة. تقطعت الأسباب بهلال في وطنه بالرغم من أنه شاب مفعم بالحياة مقبل عليها بشكل يبعث البهجة في نفوس من حوله. وفقا لصديقه المقرب جمال الصبري لاعب المنتخب الوطني للمصارعة والذي قال للمصدر أونلاين إن خبر موته نزل عليه كالصاعقة، عقد هلال العزم على الرحيل إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية. توجه هو وصديق له يدعى أكرم على متن قارب يملكه مهرب مغربي يوم الأربعاء الماضي باتجاه جزيرة ميليليا الإسبانية، وحينما اقتربا منها طلب مالك القارب منهما القفز وإكمال المسافة إلى الجزيرة سباحة، إلى أنه لم يتمكن من قطعها بينما ناجى صديقه لتنتهي قصة هلال الخاصة. قصة بطل يمني حقق الكثير من الفخر لبلاده لكنها بخلت عليه بما يستحقه من تكريم واهتمام ورعاية. ولكن ما الذي قاله وزير شباب حكومة الحوثيين بصنعاء وجعلت البطل اليمني يقرر الهروب من اليمن وفقا لرواية شقيقه سعيد؟ ذهب هلال لمقابلة حسن زيد بعد عودته من تمثيل اليمن خارجيا وحيازته الميدالية البرونزية مطالبا بحقوقه والتكريم، وهو يقول لقد رفعت علم اليمن عاليا. رد عليه حسن زيد قائلا علم اليمن با يرفعوه رجال الله في الجبهات. يضيف شقيقه سعيد هذه الكلمات دفعت هلال للبحث عن وطن يقدر موهبته، وبينما هو يبحث عن الحياة الكريمة والآمنة لقي نفسه شهيدا في غمضة عين. كيف ترى الصين العالم؟ تحت هذا العنوان كتب توم كليفورد مقالا ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته صحيفة الغد، وجاء فيه سؤال: أي زعيم هو الذي شهد جيش بلاده وهو يسقط 26 قنبلة في عام واحد؟ الجواب: باراك أوباما. سؤال واحد أخير: من هو عضو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي لم يطلق رصاصة نتيجة الغضب خارج حدوده منذ 30 عاما؟ الجواب: الصين. هم يرون الأشياء بشكل مختلف في الصين، ما نشير إليه في الغرب بأن الشرق الأوسط يسمونه في الصين الغرب الأوسط. ثمة الكثيرون في الغرب ممن ينظرون إلى الصين على أنها تهديد عسكري وخطر واضح وكامل الحضور، ولكن غني عن القول أن الصين ترى الأشياء
من منظور مختلف. تظل الصين هي الدولة الوحيدة التي لم تطلق رصاصة واحدة خارج حدودها منذ 30 عاماً، وكانت المواجهة البحرية مع فيتنام في العام 1988 هي المرة الأخيرة التي أطلقت فيها الصين رصاصة بدافع الغضب. نظر إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في الغرب على أنه انتصار لحقوق الإنسان، وفي الصين نظر إليه على أنه إدانة محذرة للتخطيط الاقتصادي السيء. وقد تعلمت الصين الدرس، يجب أن يأتي النمو الاقتصادي قبل الانفاق العسكري. كما تعد الصين أيضاً أكبر شريك تجاري للبضائع في الولايات المتحدة، وأكبر مصدر للواردات، والثالثة أكبر سوق للصادرات الأمريكية. هل لعب الصينيون بسرعة وبطريقة فضفاضة مع قواعد التجارة العالمية؟ ربما. هل يحاولون استخدام أموالهم لشراء النفوذ السياسي في الخارج؟ محتمل. هل تستخدم الصين الممارسات التجارية غير العادلة لإغراق الأسواق الأمريكية بالسلع منخفضة التكلفة؟ نعم، لكن الصين ليست مسؤولة عن الركود في الأجور الأمريكية. كان ذلك الركود واضحاً قبل فترة طويلة من أن تصبح عاملاً فيه. منذ العام 1978 نجحت الصين في انتشال 800 مليون شخص من ربقة الفقر وخلق أكبر طبقة وسطى في العالم. وقد تعلم الصينيون من التجربة المريرة على مدى آلاف السنين من التاريخ أنهم يعانون أكثر عندما تكون الحكومة المركزية ضعيفة ومنقسمة. في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند، والتي قالت إن المتمردين الحوثيين على استعداد لوقف جميع الهجمات على السعودية كجزء من مبادرة سلام لإنهاء النزاع. رئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط في خطاب بمناسبة استيلاء المتمردين على العاصمة صنعاء وقف جميع الهجمات على أراضي السعودية على أمل رد التحية بمثلها أو بأحسن منها من جانب السعوديين. ووفقا له إنها مبادرة لتحقيق السلام من خلال مفاوضات جادة تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف. أضاف أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على دماء اليمنيين وتحقيق عفو عام، كما تحث على وقف جميع الهجمات على الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف. وأضاف زعيم المتمردين: نتوقع من هذه المبادرة استجابة أفضل تتضمن وقف جميع الهجمات وجميع الغارات الجوية في أراضينا. كما دعا مهدي المشاط وفقا للصحيفة الفرنسية التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وحرية الوصول إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن، وهو أمر ضروري لوصول المساعدات والواردة العامة. النزعة المرجانية في الممارسات الأمريكية الراهنة، تحت هذا العنوان كتب البروفيسور العراقي قيس النوري مقاله الذي تنشره بلقيس. مورغان أشهر قراصنة القرن 17 كان يرابط في إحدى الجزر النائية وسط المحيط الأطلسي بانتظار عودة سفن القراصنة، وهي محملة بالكنوز بعد مهاجمتها عديد سفن أغارت عليها في عرض البحر لينقض قراصنتها عليها ويسلبوها ما اغتصبوه. عائلة مورغان هذا وأحفاده ورثوا ثروات طائلة من قرصنة جدهم استثمروها لاحقا في المعاملات المالية، الإقراض، بنوك، وسس أحفاده بنك جي بي مورغان تشيز الذي يعد اليوم أحد أهم أعمدة الرأسمالية الحالية، حيث تبلغ تداولاته المالية أكثر من 6 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم كل يوم. وجدت هذه العائلة أن توظيف المال في السياسة والحرب يفتح لها آفاقا جديدة لتعظيم ثرواتها، فبادرت لإجبار سياسة الولايات المتحدة على دخول الحرب العالمية الأولى لحماية استرجاع قروضها التي منحتها إلى فرنسا وروسيا حينها وضمانها. كذلك أقرض جون باتريك مورغان الصغير حكومة الولايات المتحدة في تلك الحرب ب 500 مليون دولار شريطة أن يمنح 1% عمولة على كل ما توفره مؤسسته من ثمن معدات الحرب، بمعنى توظيف المال في عمليات إرهاق الشعوب وامتصاص دمائها خدمة في المشاريع الاستعمارية.
الذي يهمنا أن نفهم الآن سلوك ورثة مورغان في فعل اللصوص هذا. فعائلة بوش الأب والابن ييشت الجيوش لغزو العراق بعد أن ضمنت التمويل الخليجي العربي، بمعنى السطو لاسترجاع ما تراكم من عائدات في خزائنهم، وبما يعود على أمريكا بربح النفط وعائداته. ويتذكر العالم كله تلك الصور التي وثقت حمولات الطائرات العسكرية الأمريكية وهي تنقل أطنانا من ذهب البنوك العراقية ومجوهرات حضارة العراق التي لا تقدر بثمن إلى الولايات المتحدة. وكأن المشهد ذاته لممارسات القرصان مورغان مع الفارق فيما سرقوه من ثروات شعب العراق وسرقات أسطول القراصنة ذلك. يستمر المنهج المورغاني الممارس في السياسة الخارجية الأمريكية، فيأتي ترامب قرصان العصر ويمارس أكبر عملية قرصنة من أموال دول الخليج وبنحو فج ليؤكد من جديد تطبع التوجهات الأمريكية نحو العالم بذلك النمط من السطو على ثروات العالم، وهم بذلك لا يتورعون عن القول بعد سرقاتهم ليبارك الله أمريكا. اهتمت صحيفة ديلي تيليغراف بالفاعل الرئيسي في الهجوم على أرامكو لإنتاج النفط، وعنونت الصحيفة: الهجوم على حقول النفط السعودية يحمل بصمة إيران. وبحسب تصريحات مسؤول سعودي للصحيفة، فإن الهجوم على صناعة النفط السعودية يعد بمثابة الطعن في قلب المملكة النابض. وأشارت ديلي تيليغراف إلى أن هذا الهجوم نقل الحرب بين السعودية وإيران من الظل إلى النور، حيث أصبحت المواجهة بينهما الآن مفتوحة. تقول الصحيفة أن السعودية تحاول تجنب المواجهة مع إيران بأي ثمن، ورغم ذلك فإن فتح شركة أرامكو عملاق النفط السعودي المملوك للدولة أبوابها للصحفيين لزيارة المواقع المتضررة يدل على رغبة الرياض في حشد التأييد والتنسيق للرد على إيران. كما ركزت الصحيفة في شرح كيف كشفت زيارة الصحفيين للمواقع المتضررة من الهجوم عن مدى دقة التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم، وهو ما يفوق بكثير قدرات وإمكانيات الحوثيين في اليمن. الشعب الذي ولد فيه رجل قال أنه يريد أن يقود العالم ويحرق من يعترض هذا الشعب ذاته، يرفض معظمه أن يتولى أي مناصب قيادية. وقال استطلاع أخير أن نسبة 7% فقط أبدوا استعدادا لتولي مناصب وفقا لموقع دي دبليو. غالبية الألمان لا ترغب في تولي منصب قيادي بالرغم من امتلاكهم أهم وأقوى اقتصادات العالم. غالبية موظفي 5 من أكبر دول العالم ليست لديهم الرغبة في أن يصبحوا قادة الغد. فما هي تلك الدول؟ وما هو السبب وراء ذلك العزوف عن القيادة؟ معدو الدراسة التي أكدت عزوف الغالبية العظمى عن المناصب قالوا إن تولي دور إداري يبدو أمرا غير مغر في ألمانيا. وفيما يمكن أن يقدم تفسيرا لذلك العزوف عن المناصب القيادية، أظهر الاستطلاع أن 81% من المديرين يرون أن مهمتهم صارت أصعب مما كانت عليه في السنوات الماضية. أما بالنسبة لمن يتقلد منصب المدير بالفعل داخل ألمانيا، أقل من نصفهم قالوا أنهم يرغبون في الاستمرار في الاضطلاع بدور قيادي في المستقبل. أما الأكثر فقد أفادوا أنهم لا يرغبون في الاستمرار بالمناصب والتخلي عنها لصالح حياتهم. يتطلع العلماء إلى ابتكار طريقة حديثة وغير مألوفة من أجل ربط كوكب الأرض بالقمر وجعل الرحلة إلى هناك أكثر سهولة من السفر بين دولة وأخرى، فضلا عن أن القمر قد يصبح قريبا وجهة سياحية نشطة للبشر، وذلك بفضل مشروع تسربت تفاصيله مؤخرا ونشرت عنه العديد من وسائل الإعلام الغربية وتعنون صحيفة القدس العربي. مشروع مبتكر لربط الأرض بالقمر وتسهيل السفر اليومي بينهما. وفي التفاصيل التي جمعتها القدس العربي، فإن مشروع ربط الأرض بالقمر بوسيلة مواصلات حديثة اقترحه 2 من علماء الفلك من جامعة كامبريدج وجامعة كولومبيا. وتقوم الخطة على إنشاء نوع من المصاعد بين القمر والأرض يمكن استخدامها في السفر المتواصل بين كوكبنا وبين القمر الذي يعتبر قريبا نسبيا. وبحسب ما نشر موقع بيزنس انسايدر، فقد وجد العالمان أن مواد مثل زيلون، وهي عبارة عن كربون مبلمر، ستسمح لنا بإنشاء برج أو كيبل بين القمر و
ومدار ثابت حول الأرض بدلا من امتداده مباشرة من القمر إلى الأرض. وستشمل الرحلة إلى القمر الانطلاق وصولا إلى الارتفاع الصحيح والمزامنة مع نهاية كابل الفضاء، واستخدام قوة الدفع بواسطة الطاقة الشمسية للتنقل على طول الكابل الذي أو إلى نقاط لانغرانغ حيث تنعدم الجاذبية، ثم التباطؤ حتى الوصول إلى مدار القمر. ووفقا لحسابات العلماء فسوف يكون من الممكن بناء مثل هذا الهيكل باستخدام التقنيات الحالية، مشيرين إلى أن هذا المفهوم مقبول بشكل كبير وقد ينظر إليه باعتباره خطوة رئيسية في تطوير قدراتنا ككائن قادر على التحرك والتنقل داخل نظامنا الشمسي. وتشير التفاصيل في ورقتهم إلى أن تكلفة إنشاء الكابل تقدر بعدة مليارات من الدولارات، لكن حسب العلماء فإن هذه التكلفة قد توفر الكثير من الأموال، إذ ستقلل من كمية الوقود اللازمة للوصول إلى سطح القمر بنحو ثلث القيمة الحالية. الأخ الأكبر، تحت هذا العنوان كتب ممدوح عزام مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا: عندما ترجم مصطفى صفوان مقالة في العبودية المختارة لإتيان دي لابوسييه الفرنسي، أصيبنا بما يشبه الصدمة، إذ أن الصورة التي يقدمها لابوسييه في تلك المقالة هي عن الشعب لا عن الطاغية. والصورة في تلك المقالة تثير الذعر من أن تكون صناعة الطاغية تمرينا شعبيا شبه أبديا في حقيقته، وذلك حين يقول: لست أبتغي إلا أن أفهم كيف أمكن لهذا العدد من الناس أن يحتملوا طاغية واحدا لا يملك من السلطان إلا ما أعطوه، ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر احتمالهم الأذى منه. والطريف أن تكون قصيدة خليل مطران الشهيرة عن نيرون ترجمة شبه حرفية لما جاء في مقالة لابوسييه هذه: ذلك الشعب الذي أتاه نصرا هو بالسبة من نيرون أحرى. أي شيء كان نيرون الذي عبدوه كان فظ الطبع غرا، ضخموه وأطالوا فيئه فترى ما يملأ الآفاق فجرة. غير أن مقالة لابوسييه لم تستطع التفوق على رواية 1984 لجورج أورويل، فقد تصدرت هذه الرواية الكلام عن الطاغية لا عن الشعب. وعلى الرغم من أن الناس يظهرون خائفين من أي ملمح أو إشارة يمكن أن تدل على الاحتجاج أو الاعتراض في الرواية، أو يبدون مثل الدمى التي تحركها قوة خارجية هي الحزب، أو يبدون كالنملة التي تستطيع أن ترى الأشياء الصغيرة ولا ترى الأشياء الكبيرة، وهم لا يتذكرون إلا أتفه الأشياء. وقد أمسك أورويل بالسنوات 70 الماضية كلها تقريبا، وخاصة أن القرن 20 قد شهد نشأة الدكتاتوريات بكثرة ملحوظة، استطاع أورويل أن يلخصها كلها في صورة الأخ الأكبر التي تسيطر على عالم روايته الشهيرة 1848. صور لأجمل ما نشر في هذا الأسبوع من صحيفة الجارديان نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. الكاريكاتير فن يسابق الكلمة والصورة ويحمل الكثير من المعاني ويختصرها في رسمة واحدة، مجموعة من هذه الرسوم في جولتنا التالية. We'll be right back.
بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.